أجواء رمضانية في كندا بطبيعة الحال ما غتكونش بحال المغرب، أجواء رمضانية مختلفة كليا على الأجواء مع العائلة ديالنا ومع صحبنا، ولكن الحمد لله هنا في كندا تلاقينا مع أصدقاء وعائلة اللي خلاونا نفتقدوا أقل العائلات ديالنا. بطبيعة الحال كنحاولوا أننا نرجعوا أو نحافظوا على التقاليد المغربية ديالنا، كنحاولوا نخلقوا أجواء رمضانية. مع الأسف دابا مع كورونا ما كنقدروش نتلاقاو، داكشي علاش افتقدنا اكثر العائلات ديالنا بيسكو ما كنقدروش نمشيو حتى المغرب. داكشي علاش بغيت نقول للعائله ديالي رمضان مبارك سعيد، بالخصوص الوالديه وخوتي والاصدقاء ديالي طبعا. رمضان مبارك سعيد، توحشكم بزاف بزاف، وكنشكر ميديا تي في.